كنت على المعلم هرم ما لقيتوش، قلت بقى لازم يكون عندك. موجود يا شيخ حسن. طب لو سمحت والله تندهولي وتسلمني بالمره على ست فتحيه. معلم هرم. خير يا شيخ حسن. مساء الخير يا هرم. مساء النور يا اخويا. انا جايه بس. مساء الفل. كده يبقى فاضل لك 3 ايام. ايوه ان شاء الله بكره نبقى نتكلم في الموضوع ده. يا سيدي لا بكره ولا بعده، هما 3 ايام وكده يبقى حق البيت خلص. ايوه بس انا اصلي كنت عايز اتكلم معاك في موضوع مهم كده يعني يا اسلام. بعدين يا شيخ حسني اخلع. طيب شوف طريقة. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. اديته السكة. وبعدين يا معلم؟ وانا قبل ايه؟ جالي الظابط وقال لي كلمني بصراحة يا هرم. قلت له يا سعادتي بيه انا بقول لك كلام على ابوك. انا بطلت تجارة الصنف دي من زمان. وحتى سعادتي بيه لما كنت تاجر عمري لا كنت لا تاجر ولا زبون. انا مره جالي واحد لواء من المديريه مكافحه المخدرات وكانوا اياميها مشردين قوي. قال لي ولا يا هرم. قلت له الله ليه كده لواء؟ ايه ولا دي؟ انا معلم برضه. قال لي ماشي اه. اتهاد بالتاجر في المخدرات قطاع صح ولا هتنكر؟ قلت له صح بس حنكر. دي سجارة ضرب عالي مزاد قبها هدية، والهدية لا تباع ولا تراد ولا تشترى. بيني وبينك يا ست فتحية، قعدة البيرة دي قعدة خواجاتي قوي. مفيش أحلى من القعدة البلد الحلو والقعدة البلد الحلوة. تحب الناس البلد الحلوين. اتفضلي. مقبولة من سيد المعلمين. وبعدين يا معلم؟ ما تولع يا حاج. سيبك مني، هتولع أنا. بتمنى من كل قلبي ما نتحرمش من القعده الحلوه دي. قعده الاسطى حسن سيد الرجاله وقعده الست فتحيه ست الرجاله برضه. حلاوتها حلاوتها زي ده حته ياكلوها 5 6 تبع البرمجه. الاسطى حسن الضرب عالي والمزاج على الناس وبمناسبه الحلاوه مفيش كده حته حلاوه عشان نروش. حلاوه؟ اه يا حلاوه. تحنية يا شعر من طنطا. وبعدين يا معلم؟ انت خليتي دي برشام هدية اكسرها هتنيمك لحد الصبح بس خدها مع شوية شاي وانت بكرة الصبح هتدعيلي بس بشرط الست فتحية هي اللي تعمل لك الشاي. بس انا ما بحبش البرشام يا هرم. ايه الراجل العايل ده؟ هاتها يا معلم انا هتأديها لي. ماشي نام انت اخويا الهلادي واستريح وبكره الصبح ان شاء الله هتقوم زي الحصان بس استغطى كويس ولف وسطك ودفيه. ها وصليها فتحيه. حاضر. ما تنسيش تعكنين برشام عشان ما يقلقش. مع السلامه يا معلم. الله يسلمك. سلام. دي الفرابل. ايوه وده البنزين صح. بس لو الواد سليمان يديني لفه كنت فرقت الحته كلها. ايزي يوسف ما جراش حاجه. ده انا بحبك. عارف يعني ايه بحبك؟ من وانا صغيره بحبك. كنت دايما اقول ايه الواد العاقل ده ده بيلعب كرة في الوسعية مع العيال ودايما قاعد يقرا على البحر ويصطاد سمك. عمر ايده ما اتمدت عليا عشان يمسكني.
ماما اترفعت عشان تتحلق في ظهري. عمر سنه ما لقح كلمه. كنت متغاظه منك. وانا مش عاجباه ولا ايه؟ كنت الواد حاطط عينه على البيت روايح ولا البيت رقيفه؟ من روايح يعني شعرها طويل وناعم وبيلمع من الجاز؟ ولا يكونش عاجبه تقطيعه البيت سنيه؟ كنت بقعد قدام المراية ابص لنفسي ما لقيتش فيها حاجة وحشة، بس ما لقيتش فيها حاجة حلوة قوي. كنت دايما بستنى اشوفك وانت رايح الجامعة. اختي كانت بتقولي سيبك من بتوع الجامعة دول مناخيرهم في السماء. كنت مؤدب لاني خايف، لساني ما كانش بيتكلم لانه لو نطق هيدهدن. عمر عيني ما اترفعت لاني مكسوف. عمري ما عرفت اعمل اي حاجه، مش عارف ليه. حتى ابويا الاعمى، ستي كانت بتقولي وهو صغير كان بيركب عجل. اتخرجت من الجامعه ولا في شغل، عاوز اتعلم المزيكا ومش قادر، عايز اسافر اوروبا ومش قادر. لا لا والنبي ما تسيبني بعد ما لقيتك ما تسيبنيش وتسافر. هتعملي بيا ايه؟ ده انا حتى مش قادر ابقى راجل معاكي. الله يكسفك، اقصى عليك وانت غيبان. يا سي يوسف انا مش عاوزه منك حاجه، وغلاوتك عندي انا اخر حاجه تهمني الحكايه دي. عارف كل مش عاوز مني الا كده. تقولش هو سمين وكل واحد عايز يشرب مني؟ بس انا مش طيبه، انا بنفخ في النار، بشعل النار. بالعربي كده بتبسط قوي لما يبقوا كلاب ورايا. بس انا معاك، لما انت حاجه تانيه معاك، مش عايزه غير ان ابقى معاك. عارف لما بلمس ايدك كل بيترعش، نافوره بتنط جوايا، كل حته فيا بترقص. عمري ما عرفت ده حتى مع جوزي. مره واحده عرفته. كنت صغيره واحنا بنلعب لعب عيال. كانوا يحرجوني من الظهر، الشوارع فاضية، والسلم كان رتب. أمي بتقولي طفشت الراجل. النبي مالي ذنب؟ كنت بسمع كلام زي ما بيقول. كنت بعمل مزاجه كان أهم من مزاجي. هو اللي راح وما جه. والنبي انا ذنبي ايه؟ ذنبي ايه؟ ايوه خشي. مساء الخير يا باشمهندس حسن. مساء النور. الهرم موجود؟ لا مش موجود يا شيخ حسني. روح بيته؟ الله اعلم يا شيخ حسني. طب يا سيدي فوتك بعافيه. الله يعافيك. لا 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 مش قادر. مش قادر. ايه تاني يا شيخ حسني؟ لا مؤاخذة يا باشمهندس حسن، ممكن ادخل عندك تورت المية احسن؟ محصور قوي. اتفضل. خد بايد الله لا يسيح. ايه عيال ولا ايه؟ تعبان شوية يا شيخ حسن. لا بسلامة يا سيدي. بعدين انا نورت لك النور يا شيخ حسن. فطلعت خيرك؟ والله ما له اي لازمة يا باشمهندس. الطنية فين؟ بص الطنية فين؟ كده ريحة. يا
والله ما انا عارف اي حاجات غريبه والسلام يرضيك اللي بيحصل ده يا شيخ حسني انا مسخن مش عارفين نعمل ايه يا ابني كل ده غلط بصراحه